شكرا ياسر، وشكرا لكل الضيوف والمشاهدين. الاختراع كما سبق وأن ذكرت فهو يشمل اكتشاف مركبات كيميائية جديدة قادرة على تحفيز جهاز المناعة لكي يكشف ويقتل خلايا السرطان أو الأورام في جسم الإنسان. المشكلة في مرض السرطان وفي العديد من الأمراض مثل الفيروسات مثلا أنها عندما تصيب جسم الإنسان لا يستطيع جهاز المناعة بالكشف عن هذه الأمراض والتخلص منها. فالإشكالية التي واجهناها قبل 5 سنوات، بدأنا في سنة 2014، التفكير هو هل يمكننا اكتشاف مركبات كيميائية قادرة على تحفيز جهاز المناعة بحيث يقوم بعدها بالتخلص من الخلايا السرطانية أو الأورام السرطانية. فكوننا فريق بحث من حوالي 10 أشخاص، قدت الفريق من ناحية الكيمياء ومن ناحية تصميم هذه المركبات، ودرسنا هذه المركبات في العديد من أنواع السرطان، منها سرطان الرحم وسرطان الرئة، ووجدنا أنها فعالة إلى درجة كبيرة في تحفيز بعض خلايا المناعة في جسم الإنسان، والتي بدورها كانت قادرة على قتل هذه خلايا السرطان والأورام في الدراسات التي قمنا بها. ونحن الآن قمنا بتسجيلها كبراءة اختراع، وتم تسجيلها أولاً في منتصف سنة 2018، وتم نشر براءة الاختراع قبل عدة أيام في بداية جانفي في 2020. وحالياً نحن الآن نريد أن ندرس هذه المركبات في بعض الحيوانات وفي بعض الدراسات الأخرى للتأكد من 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 فعاليتها لدرجة كبيرة، وأيضاً من التأكد من سلامتها قبل استعمالها في البشر مستقبلاً.